اهلا وسهلا على كل حبايبي، ومساء الخير والسعاده والورد كده على الجميع. طبعا انا مش قادره اطلع، لكن طبعا زي ما انتم شايفين كده الشتاء عندنا عامل ازاي. شايفين المنظر دلوقتي؟ هي بتشتي تلج معانا، بتشتي تلج يا حبايبي، والجو بصراحه صعب جدا جدا جدا، والمطره دلوقتي بتشتي تلج. دلوقتي تلج، شايفين المنظر؟ شايفين ده طبعا عندنا في الشارع. طبعا دلوقتي الدنيا بتشتي تلج خالص على الاخر، مش عارفه بصراحه، مع ان احنا مش في عز الشتاء ولا حاجه، يعني احنا دلوقتي يعتبر مش في عز الشتاء ولا حاجه، احنا في امشير. شايفين كمان البرق؟ انا اتخضيت. شايفين البرق يا حبايبي؟ انا طبعا دلوقتي هضطر ان انا ادخل، لان دلوقتي الدنيا دلوقتي في برق جامد جدا عندنا، وشتا جامد جدا، وبتشتي كمان تلج. انا مش عارفه اتكلم. طبعا شايفين البرق اللي حصل دلوقتي، وسمعتوا الصوت بنفسكم. الله يستر يا رب، وربنا يستر كده علينا. شايفين منظر الشتا؟ يا رب، اللهم يا رب كده سايبه النافع ان شاء الله باذن الله، وربنا يستر علينا يا رب. اشوفكم على خير يا حبايبي، باي باي.